一番でかいのがミシェルってばあさんの組織だ。ようこそ海賊しマットランティス。لو نزل لها ديمو هفتحه على طول اول ما تنزل. اذا سلسلة ياكوزا نزلت اصدار جديد، او يعني لسه هتنزل، بس هو التريلر اللي نزل دلوقتي. Like a dragon pirate yakuza in Hawaii. وشفت صورة الفيديو لقيت ماجما قدامي، فقلت كده اللعبة هتبقى عن ماجما. والنهارده هتشوفوا انطباع المباشر على الاعلان بتاع اللعبه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم محمد ومرحبا بكم في قناه ميدوكا. النهاردة هقولكم عن لعبة نزلت في سلسلة بعشقها جدا وكنت بلعبها، ولسه في اصدارات في السلسلة ما خلصتهاش، ناوي اخلصها قريب ان شاء الله. بس انا بقولكم السلسلة دي انا اصلا عامل لها قايمة مخصوص في القناة عندي، كنت بصمم لها مودات، يعني حبيت لعبة لدرجة اني حبيت استفيد وادرس ازاي تصمم فيها مودات، وصممت لها مودات، عملت عنها فيديوهات عندي في القناه. لو مشفتوش يعني شوفوا البلاي ليست اللي عندي على القناه، هتلاقوا في سلسله معينه، في عذرا في قائمه معينه للسلسله دي مخصوص، انا عاملها للسلسله دي مخصوص. لما جيت افتح المتصفح كنت عمال بشوف في جديد على اليوتيوب النهارده، لقيت الاعلان ده انبهرت. لا يعني الصراحه انا حاسس ان سيجا بقالها فتره ما بتنزلش اصدارات للسلسله، بس شفت ده وقلت لا لازم اصور لكم انطباعي على التريلر ده. واصلا انا مش لابس هدوم المره دي، الجو حر وانا كسلت الصراحه. يلا ادخل دغري على الفيديو بقى. يلا النهارده هنشوف مع بعض تريلر لعبه لايك ا دراجون ياكوزا ان لايك ا دراجون بايرت ياكوزا ان هاواي. ابدا العرض. بالمناسبه لاحظ ان انا رجعت المكان القديم، يعني رجعت عشان اخد راحتي شويه قدام الجهاز، اصل المكان التاني ما كانش بتاعي، الاوضه التانيه يعني مش ملكي، فقلت ارجع هنا تاني قبل ما اقدر اوفر لنفسي مكان احسن ان شاء الله. انا متحمس قوي يا جدعان، لازم اوريكم التريلر. لا هنشوفه مع بعض، انا وانتوا هنشوفوه مع بعض. على الصوت. こんな始めようが。半年前んとこから話すでええな。さあさあ、1D1D だよ。جرافيك لحظة لا 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 لحظة ارجع الواد ده في شبه من بطل لعبة جادجمنت. ما تقولش ان ده البطل وهو صغير. لا ما صدقهاش. لا اوعى تقول لي ان ده بطل لعبة جادجمنت وهو صغير. لا لو طلع فعلا بطل اللعبة دي وهو لسه يعني صغير بالشكل ده. ماشي خلينا نكمل.
لا انا مش قادر اصبر، لا كده مش هصبر بقى خالص، لا انا كده مش هقدر اصبر خالص، لازم افتح اللعبة دي، هفتحها اول ما تنزل، لازم هفتحها اول ما تنزل، لا مش هقدر اصبر كده يا جماعة معلش، لا كده مش هي. لو نزل لها هدمه هفتحه على طول اول ما تنزل. انت شفتوا الجيم بلاي عامل ازاي؟ يا لهوي يا لهوي. دلوقتي معلش فيديو النهاردة هيكون قصير شوية، بس يعني كنت حبيت، لا ما اقدرش الصراحة، كان لازم اوريكم انطباعي لأول مرة وانا بتفرج على التريلر ده. السلسلة دي زي ما قلت لكم انا بعشقها جدا، كان لازم اوريكم ردة فعلي على الاصدار الجديد اللي نازل للسلسلة ده. وهنا احب اقول لكم بكده يكون فيديو النهاردة خلص، ما تنسوش تعملوا لايك شير اشتراك، فعلوا الجرس جرس، وهشوفكم الفيديو الجاي بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش قادر أصبر، مش قادر، مش قادر أصبر، مش قادر. ياكوزا يا جدعان، ياكوزا يا جدعان، ياكوزا.